السلام عليكم، معكم كينج. طبعا هذا فيديو جديد عن شخص مدرستي يلعب على الكومبات برو وشايف نفسه هو قوي وهيجي، ف يعني تاكسيك باختصار، تقدر تسمه تاكسيك. دائما اسوي ضده 1v1، ولين بروح له المدرسة اقول انه هو احسن مني، وظل تاكسيك ويحكي هيجي والناس يصدقوه. فحبيت اسوي هذا الفيديو على مود كل شخص بالمدرسة اذا صدق او ما صدق راح اشوف الفيديو على طول. الفيديو عبارة عن 1v1، كم 1v1 سوينا، وهاي واحدة من عندهم قاعد استهبل علي هنا. المهم فيب هنا انا راح اعلق على الفيديو لان ما بيها اذا اطلع لكم الصوت ويجي. المهم يب ف اي هنا جلته طبعا. اي شباب، وهنا في ون الثانية طبعا. بس حاب اقول لكم انه هذا الشخص فهو محبوب، اوكي؟ شخص لاعب زين، مستواي اعلى من مستواي او اقل من مستواي يقدر يفوز هذا الشخص، لكن هذا محبوب، اوكي؟ وبالمدرسة يبقى تاكسيك وانا اقوى منك وحركات ويظل هيجي. اي ناس كل عقلهم يصدقوا، اوكي؟ واو اقوله ماكو شدان، قاعد يسوي شدان، ضربته طلقة باي احد حظه. اي ف انا يعني ما ارد احرق عليكم. المهم فيديو هم منها نسولف ومنها 1v1 وزين، حياة جميلة. المهم الى لقب هذا الشخص ايش، ما تضحكون علي، لكن ما ادري تريدون اقول لكم يا اسمه بالحلقة الجاية لو يا الحلقة تقريبا خاصة بي. ف اوكي هو اسمه صلعي. احنا سمينا صلعي، طبعا هو اسمه الحقيقي عبد الله، فسمينا صلعي ما ادري ليش. اوكي شي اسم جبان، قلنا خلقت لازم نسميه صلعي. ف يب و اي هنا 1v1 وبوخة تاكسيك، وكل ما قلت لي قل لي التوحوش ما دافتي موان الحظ بالموضوع، عارفين هنا طيحت حظة باعو تعال بالبيكاكس زين. والمهم ايه التاكسيك هو يعني بحياته ما يتحول. فبالنهاية راح اشوفون وش قال، راح اطلع لكم صوته بالفيديو، راح اسمعكم هو وش قال بالضبط، اوكي؟ فيب قررت انه اوخر الصوت من الفيديو وانا اعلق. ما ادري اذا عجبكم قولوا لي. عندي فيديوهات هواي جاهزة هالايام، دا اسحب هواي ما ادري بلا سبب، مو بلا سبب يعني صراحة دراسة وهيجي، فلازم طفي بلاي ستيشن من وقت يعني عم نام يوم الثاني دوام. لا بس استهبل علي واي ميم نيسا واضرب ما ادري ليش، نوب هو يعني اقدر اجلب ايزي. المهم فلما دارس وش دا اقطع، مع انه عندي كليبات هسه اصوركم صورة منا الباكر ما يخلصنا الصور. حتى قبل شوي سويت هذا الفيديو، سويت هواي فيديوهات دا امسح بكليبات، كليبات كلش هواي. ف دا اسوي طريقة ببالي انه اجي فيديو مثلا اريد امسح كليب، فانا شو اسوي مثلا اذا اريد امسح كليب، الكليب هذا وكليب ثاني وكليباتي اجمعهم واحطهم فيديو واحد وامسح الكليبات، ما يتشوش عقل يعني، اخلي الفيديو جاهز ولما ابدا نشره. فنشرت لكم باليوم الواحد ما ادري كم فيديو، هاي يوم الجمعة اتوقع والخميس ما ادري. يب وعندي فيديوهات جاهزة كل شيء هواية. يب هنا همين طيحت حظك العادة، الشخص هذا التاكسيك شو اسميه، الشخص التاكسيك اللي بالمدرسة ما ادري حفكر اسم كيجي. المهم
جننتك والله يعني، اضحك علي بسهولة. قلت له تحدي، قلت له حبقي دمي ودمجني شوية، قلت له حبقي دمي هيك وحتعارك فيها. قال لي لا لا، ومرض يعني التحدي، يعرف نفسه حيخسر وتفشل فما اقبل التحدي. راني انه شاور سبون وهيجي. المهم فهنا انا جلدت على عينه، ابلع ابلع ابلع، طيحت حظه. اي فشاب ما صح اي شخص بيكون يكون تاكسيك، التاكسيك اللي ما يعرفوا لها فخل فهمكم. تاكسيك فهو الشخص اللي يظل يحكي ويقول ايه انا اقوى منك وانا اقوى شخص من المدرسة، ولما بتلعبوا وياه ما عنده سالفة، هو نوب. واكو ناس يقولون انا كلش قوي وهيجي، وبالنهاية هم اساسا بلاي ستيشن او كمبيوتر او شغلة يلعب بها ما عنده، بس يجي يريد يشارك. بس ارد اعرف شنو غاية الناس اللي يكذبون. طبعا هذا الشخص هذا صلعي اوكي، دارب ويا سون في وان التاكسيك بالمدرسة مالتي. اول ما تعرفت عليه لك ايه عندي بلاك نايت وايه، وظل يخرط لسكنات ما يعرف شنو اصلا هم. زين نادى يسوي شدان كالعادة ما عنده سالفة. زين عندي بلاك نايت وريبر، هاي طبعا بلاك نايت هذول مو كلش نادر، لكن هو يقول عندي بلاك نايت وريبر. لما تعرفت عليه ايش عندهم؟ اندرس كان عنده يا رجل اوميجا ما مطور فول، هذا اندرس كان عنده. زين تكتيك شنو تكنيك؟ بخبرنا بهذا السكين، نقول شو اسمه انه اساسا هو ما يستغل السكين باع مستواه يا رجل، السكين ما يستحق. اي ف اي نو اي هو تراش صراحة. اليوم كان عندنا امتحان بدرس الرياضة، طبعا عاش بامريكا في الامتحانات تختلف، يسألك اسئلة وتجاوبها. anyway هسه بعد شوي حطلع لكم صوت ان شاء الله لما الفيديو يصير بالوقت الزين. ناظر اللي عيط انه اني انبوت، شنو الانبوت بالموضوع؟ يلا يلا تحت يلا خلينا نديرها. يلا اوكي يبا الله قولها بالانجليزي لان ما فهمت. You better me. You okay, thank you. Flip this. اي مثل ما تشوفون قال انه انا احسن منه واعترف. دائما يصير تاكسيك في المدرسة دائما. فيب بعد مرة انا من احجيت وياه خليتي يعترف مرة اخرى. بس انا طلعت ميت للفيديو، يلا دشي اللي ميت قولها مومو. You better than me. اوكي.